نعمل سلطة. سلطة برضو انا مستخدمة فيها القرع. تعالى كده قرعايا، اهو ده القرع يا جماعة. خلاص ده القرع، ده طبعا ده صغير، في اشكال واحجام. بصوا اهو دي قرعايا صغننة كده، ده الشكل الجمالي بتاعها. في طبعا اللي هو بيبقى مطول كبير، اكبر من كده واعلى، ده الشكل الجمالي بتاعها. ده اللي هو بيتحط فيه الاعلانات والصور والحاجات دي، ويعملوا شكل الهالوين بقى. انا ماليش انا في احتفالات الهالوين دي، بس هما بيعملوا كده. خلاص تعالوا نسيبها كده اهي جنبنا، وتعالوا بقى نشوف عندنا هنا هنعمل سلطة لذيذة جدا. الاساس فيها برضو بنجر، وعندي قرع، وعصير البرتقال. بنجر وعصير برتقال، يعني عندي هنا حديد مع فيتامين سي. انتوا متخيلين جمال السلطه دي؟ فيها كمان عندي النشويات اللي هي عباره عن ايه؟ عن القرع العسلي وشويه فلفل الوان والكابوتشي. عايزه اقول لكم سلطه من الاخر خطيره. طيب مقاديري ايه بقى؟ يلا بينا. عندي هنا جرجير وقرع مكعبات، هشويه كده على النار. هتشوفوا ان انا هعمله ازاي بطريقه سهله. طبعا تقدروا تعملوه في الفرن، بس انا هعمله كده على النار سريعا سريعا. وعندي هنا القرع خلاص بشويه وبقطعه، وعندي كمان الطماطم المكعبات الصغيره، والرمان، والفلفل الالوان جوليان الرفيع، والخس بقى، والدريسنج عباره عن ايه؟ زيت زيتون، وعليه عندي هنا خل بلسميك، وعصير ليمون، ونص كوبايه عصير برتقال، ونص معلقه صغيره عسل ابيض، وشويه ملح وفلفل اسود. اساس فيها واللي مديها التمييز طبعا عندي رمان، وعندي البنجر، وعندي هنا القرع العسلي، وطبعا عصير البرتقال مع الخل البلسميك. لا اضافه ميكس كده مع العسل الابيض هتعجبكم قوي. طب هروح اخد بقى عندي هنا القرع، واروح حاطه شويه زيت زيتون زي ما قلت لكم بعملها معاملة البطاطا، واروح حط هنا عندي القرع كده، ورش عليه رشة الملح والفلفل الاسود والبابريكا. خلاص واديله ايه؟ تشويحة او اشويه في الفرن. اعمل الاضافات دي كلها واشويه في الفرن. طيب عندي بقى السلطة، هعملها ازاي؟ بالشقلوب. يعني ايه بالشقلوب؟ يعني اعمل دريسنج الاول اللي هو ايه؟ عصير البرتقال ماشي، والخل البلسميك، وكمان عندي عصير الليمون، عصير برتقال، عصير ليمون، وعندي بقى نص معلقه العسل الابيض. طبعا انا بعشق المستردة في السلطات، فعادي جدا ممكن تقوني ممكن احط لها مستردة، رشة ملح، رشة فلفل اسود، واقلب اسيح. ايه بقى عندي هنا؟ العسل اهو، ندوبه وانزل بقى بكل ده اللي هو ايه؟ عندي الخس، خس بلدي او كابوتشي اللي موجودة عندنا، والفلفل الالوان، والطماطم، والبنجر المشوي. انا بعشق حاجة اسمها بنجر في السلطة، بحبه جدا. بس كده اهي السلطه بتاعتنا لونت واتقلبت وشربت من الصوص. انا ليه عملت من الاخر للاول؟ عشان انا عايزاها كده تتنغنغ عندي هنا في الصوص. تعالوا ندي معلش تقليبه للمهلبيه، هي خلاص كده استوت معانا اهي. هبعدها عن العين. Thank you.
وده كمان خلاص. بصوا بقى بياخد لون ازاي، بيتكرمل كده حلاوته، تحس ان هو بيتكرمل. واجيب الطبق التقديم بتاعي ويلا. اخر حاجه احطها هي ايه؟ القرع والرمان. طبق سلطة، طبق مهلبية من الآخر طبعا، غير طبق المكرونة. وآخد ده بقى وأروح أحطه على الوش أهو، كرملوه. ممكن تحطوله سنة سكر، سنة حاجة كده. إيه سلطه؟ لا بجد هتعجبكم، مختلفه ولذيذه. وثانيه واحده احط لكم الحاجه الخضراء، ثانيه واحده اشيل بس ده كله عشان سفرتنا تبقى نظيفه. وده كمان. ونجيب الريحان بتاعنا اهو ونحطه. ريحان، نعناع، اي حاجه عندك. خلاص ده طبق ايه بالنسبه لي؟ طبق السلطه اللي هو انا ممكن قلت لكم انا بتغدى بيه عادي جدا.